نعم، تأهيل مهني للأستاذ قضية جوهرية، أشكرك على هذا السؤال. بما أن الأستاذ هو المنهج الخفي كما سبق معنا في حلقة ماضية، بمعنى أن المنهج الجلي هو المكتوب المفروض من طرف الوزارة، والمنهج الخفي هو ما يمرره الأستاذ من مهارات ومن سلوكيات ومن وضعيات تعلمية ينشئها داخل القسم. يجب إذن أن يكون هذا الأستاذ متمرساً ومتدرباً على البيداغوجية من جهة وعلى الديداكتيك من جهة أخرى. والبيداغوجية هي المناهج أو منهجيات التعليم التربوي وطريقة التعامل مع المادة التعليمية والتعامل مع التلاميذ ومع القسم مع الصف. والديداكتيك هي المهارات المتعلقة أو التقنيات المتعلقة بتدريس مادة معينة. فهذا خصو يكون عنده مكتسبه فضلا عن الاجازه ولا سنتين جامعيتين ولا الماستر حتى اذا كان عنده، لانه في الانظمه الجاري بها في العمل في المغرب تقضي بالاكتفاء بالبكالوريا او سنتين جامعيتين او اجازه باش يدرس في القطاع الخصوصي، لكن هذا لا يكفي لان القطاع العمومي كيف يطلبوا منهم 3 سنوات جامعية زائد 2 سنين من التعليم أو التعلم ديال البيداغوجية والديداكتيك مع التدريب الذي يليها. فهذا الكيل بمكيالين خص الأباء يتعاملوا معه بذكاء. المدرسة اللي غنحط فيها أولادي أنا لا أقبل أن يكون الأستاذ ديالها أو الأستاذة يكتفي بإجازته أو بماستره للتعليم إذا ما عندوش لا بيداغوجي ولا ديداكتيك. وربما أبعد من ذلك، هناك مدارس متطورة الآن في القطاع الخصوصي كتطلب شهادة ديال الكفاءات المهنية فضلا عن التكوين البيداغوجي والديداكتيكي اللي فيه. وإلا نصبح نعتمد على أساتذة هوات بدل ما نعتمد على أساتذة محترفين، فعلى الآباء أن ينتبهوا لذلك.